راه ما ماتش ديك الموتة ديال غير هكاك بغا يسخب الدنيا باش يموت. هو راه عزيز عنده يعيش، عزيز عنده يهز العكاز ديالو يمشي يطلب عند الناس ياكل ويجي عندنا وداك الشيء، وتنقول له با شي جلس بات عند خويا بات عندنا، تقول لك لا بغيت داري. هو عزيز عليه دارو، ولكن شكون اللي دار له هاد الفعله؟ هو في البيت ديالو ناعس وشعلوا ليه العافيه من فم البيت، دخل ليه الدخان مسكين، تخنق بالدخان خرج مسكين، النيران ديال العفله لهباتو النيران ديال العافيه، طاح مسكين في وسط العافيه تولى بحال الجمر. الله يخليكم، شوفوا راه خوالي اللي غادي يقتلوه، هما اللي قاتلينو، هما اللي خرجوا علينا وخرجوا لينا على حياتنا، ما خلاونا نتزوجوا، ما خلاونا نمشيو نديروا دارنا ولا يكونوا عندو الاولاد، قالوا لك غير حنا نتعاطوا الفساد ونعطيو شي يشري الدواء ديال السرطان. الله يخليكم، شوفوا انا راه ما تنكذبش عليكم، وداك الشيء اللي الشكايات اللي تنصيفط للاميره لاله مريم كلهم صحاح، ما تنكذبش على الحكومه ولا على سيدنا ولا على الصحافه ولا حتى حاجه، بارك الله فيك. هما اللي قاتلين با، الله يرحم الوالدين، انا ما بغيتوش يموت بحال هذيك الموته، صار الجمر الجمر، الوجه مشى، المناخر مشاو، الراس شويه والعنق اللي بقى فيه. الله يخليكم، الله يرحم الوالدين، ديروا شي حل. راه بقات التهديد هذا تيسحروا تيقولوا هذه غير البدايه، مازال غادي يحرقونا، مازال غادي يقتلوا امي، والله ما عرفت شنو باغيو يديروا. الله يرحم الوالدين، وخويا اللي مشجون في مرشيش العسولي الحسن تاورا، هما اللي مشجنوه، وتتجمعوا علينا القبائل الزور تقول لك رحلوا من تمنات رحلوا، بارك الله فيكم، ديروا شي حل لهذا الشيء. والشكايات اللي صيفطت الاميره لاله مريم راهم عندها وعند الحكومه ووزاره العدل ومجلس الاعلى والنيابات كل شيء. سمعوني نقول لكم، خوالي هو السبب ديالي في العذاب، خوالي اللي حيدوا لي داري ديال الدنيا، خوالي اللي ما خلاوني نتزوج، خوالي مكرفصين عليا، عمرت النيابات، عييت ما نشكي، عييت ما نعاود، جريت اسيدي بالليل وبالنهار باش نتزوج الراجل ديال الحلال ما لقيتو، درت البحث ديالي لقيت خوالي السبب ديالي في هذا العذاب فاش كنت، وباقي لدابا دروك. واش انا بغيت نبيع الاخره ديالي؟ واش انا بغيت نبدا نتعرض للرجال نجمع ليه فلوس السرطان؟ وانا مالي وانا ما نسخط عليا الله؟ انا تيهمني بيني وبين الحق، خوالي السبب ديالي في هذا العذاب، خوالي لا ديالي، هما اللي داروا ليه هكاك، باش يحيدوا ليه دارو باش يبيعها باش يسرد الدواء ديال السرطان، بغى يبيع ليه الملك ديالو عنده، قال لي خبيتي الفلوس في الغراف جبدهم، عندك الفلوس راهم ليا. هما خوالي هما السبب ديالنا في هذا العذاب، والناس اللي تجمعوا علينا الزور وتقولوا لك روحوا سيروا، خوالي السبب ديالي في العذاب ولا غير.